ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 14/10/2024، هذه رقم واحد، يعني ثلاث لاعبين، رقم واحد ثلاث لاعبين، ثلاث لاعبين ثلاث لاعبين، أربع لاعبين بأربع لاعبين، ماكو مشكلة. يعني هذا ليس لاعب مفرد، وإنما جروب واحد يقابل جروب واحد بالجهة الأخرى، جروب واحد مربع يقابل جروب آخر المربع. هذه 50 ياردة بين الهدفين، وإذا أردت إنه تعملها 60 ياردة يكون جيد. الفعالية تبدي بنفس الوقت، شوف المربع الفوق عنده كرة ومجموعة الواحد تحت عنده كرة، الواحد دائرة يشتغل ويا الواحد دائرة بنفس الوقت، والواحد مربع يشتغل. ابدي اثنين يبدون سوا، فانتبه عليه. في خلف الهدف مجال للركض والدحرجة، في خلف الهدف مجال للركض والدحرجة، فالعنده كرة بنفس الوقت الواحد يسوي دحرجة من خلف الهدف ثم إلى منتصف المنطقة، ثم يهيئ الكرة لزميل اللي ركض بنفس الوقت، اللي هو هذا عمل دحرجة هذا ركض. الركض هنا يرتبط بأن يعمل توازن بينه وبين زميله اللي يدحرج، زين، لأن أكيد اللي يركض بدون كرة أسرع من اللي يركض اللي يدحرج بالكرة، فيسوي توازن. يعني شنو يسوي توازن؟ إذا هذا وصل خلف الهدف يكون هذا وصل وين؟ خلف الهدف. إذا هذا زميله أو الكرة وصل إلى الزاوية هنا يكون هذا وصل، شوف، إلى الزاوية. إذا هذا وصل إلى نصف الساحة يكون هذا وصل إلى نصف الساحة. ما يقال عن الدائرة يقال عن المربع، لكن بالعكس، عكس الاتجاه. فاللي وصل إلى المنتصف مع الكرة يهيئها على الهدف، اللي ركض يروح يصوب ويبدلوا مراكز. وانت لا تنسى الآن أنا عندي مجاميع تشتغل وليس أربع لاعبين، فبنفس الوقت اللي ركض بي واللي دحرج بي الدائرة يركض ويدحرج بي المربع، لأن يكون مساحة بيناتهم. فإذا كانت الكرة مع الدائرة بالجهة السفلى، لاحظ، فالكرة مع المربع بالجهة العليا، عشان يصير التمرين بالعكس. فالركض يصير من خلف الهدف اللي باليسار، والدحرجة الركض مع المربع يصير من خلف الهدف اللي باليسار، والدحرجة يصير من خلف الهدف اللي باليمين. على العكس الدائرة، الركض يصير من خلف الهدف جهة اليمين، والدحرجة يصير من جهة اليسار. واحدة من تمارين، صدقوني، جربتها تجريب ممتاز، وكانت ممتازة وجيدة، وبيها الكثير مما يعرف بالبدني والفني. هذا لا تنسى أنه الدحرجة بدني وفني، لا تنسى أكو ركض سريع فني بدني، لا تنسى أكو تهيئة كرة، ولا تنسى أكو شوتينج وتبديل مراكز. فالكل تأدي واجبها، والكل تعمل عمل يسمى بسيط في التنظيم، بسيط في الفهم، وبسيط في التنفيذ، لكن فوائده تكون كبيرة. لي ولكم دعاء خالص، الصحة والعافية قبل كل شيء إن شاء الله. أنا كتبت في يوم من الأيام تغريدة قلت فيها المال يأتي ويذهب ثم يعود، بالإمكان أن يعود، لكن الصحة تأتي ثم تذهب ولكن لا تعود، وإن ملكت أموال الدنيا. نعم، فمن تتمنى أمنية لإنسان تحبه أو للبشرية جمعاء، الصحة والعافية إن شاء الله. شكرا جزيلا على موفق المولى، شكرا.